البيان، ماذا يقول البيان؟ هو زي ما تفضلت حضرتك وكابتن هاني فيما يتعلق بهذا البيان، النادي الاهلي مؤسسه وطنيه كبيره من مؤسسات هذا الوطن كما تعلمت فيها، وبالتالي هو بيطلع بدور كبير في الحقيقه المشاركه في المسيره المظفره لهذا الوطن ان صح التعبير. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اللي تلقى مجموعه الحقيقه من التهاني والاتصالات من كبار الشخصيات زي ما تفضلتوا، بتهنئه باسبوع الانصراف ان صح التعبير، لانه هذا الاسبوع وبعد اقل من شهرين من عوده النشاط الرياضي بفعل جائحه كورونا، استطاعت فرق النادي المختلفه الفوز بمعظم البطولات في الالعاب الجماعيه. صحيح. سواء كره الطائره او كره السله، وطبعا الدوري رقم 42 في كرة القدم. وبالتالي دايما النادي الاهلي باعضائه بجماهيره بكل العاملين والمسؤولين فيه حريصين على الحقيقه دعم مؤسسات الوطن المختلفه، لانه زي ما قلت لحضرتك النادي الاهلي مؤسسه وطنيه كبيره من مؤسسات هذا الوطن بتتميز بشده الانضباط والرقي. جماهير النادي الاهلي عريضه من المحيط الى الخليج مش بس في مصر، ودايما النادي الاهلي هو صاحب سعاده، فبالتالي لما بيكون جماهير النادي الاهلي في حاله مزاجيه يعني كبيره وسعيده ده بينعكس الحقيقه علينا كلنا كمصريين دون انتقاص الحقيقه من قدر اي منافسين، لكن هذا هو الواقع الموجود في الشارع وبيقره الجميع. السواد الاعظم من جماهير الرياضه في مصر هي جماهير اهلاويه، كل الاحترام طبعا لعموم الجماهير ومختلف انتماءاتها، لكن يبقى النادي الاهلي بجماهيره يعني حريص هو الداعم والحصن الداعم. صحيح، زي ما احنا قلنا، زي ما البيان كمان ذكر، هو مؤسسه وطنيه كبيره من مؤسسات هذا الوطن، يسعد بانتصارات الوطن، يحزن انكساراته. مصر الان في حاله يعني انا دايما بسميها انها حاله بناء والنهضه الكبرى منذ عهد محمد علي. هناك دعاوى تخرج من اهل الشر لا يستجيب لها ابدا ابناء الوطن، جمهور النادي الاهلي جزء ابناء هذا الوطن الذي لا يستجيب ابدا لمثل هذا النوع من الدعاوى، يدعمون ناديهم وجمهوره ده حماه بالفعل. ودايما بنقول ان الانتماء للوطن الاصغر يعني الانتماء او للمؤسسه الصغرى بيعني الانتماء للوطن الاكبر، فالانتماء للنادي الاهلي وهو مؤسسه كبيره يعني شده انتماء لوطننا وبلدنا اللي عندنا.